أذا وتمكن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية من التأهل إلى بطولة العالم للترايثلون في هاواي والتي ستقام في شهر أكتوبر من العام القادم 2018، حيث استطاع سموه أن يحقق أكبر إنجاز رياضي بتأهله إلى بطولة العالم عندما احتل سموه المركز الأول على مستوى الهواة والعسكريين في بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي والتي أقيمت في مملكة البحرين. وبهذه المناسبة الكبيرة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة خالص التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيرا سموه إلى أن دعم جلالته المتواصل دفعه ليكون بطلا ولتحقيق أكبر إنجاز رياضي للمملكة. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن بالغ سعادته بحصوله على هذا الإنجاز الذي شرف كافة الرياضيين البحرينيين، مبينا أنه حظي بدعم كبير من القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها، متمثلة بحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بأن الطموح والرغبة والعزيمة والإصرار العنوان الأبرز للإنجاز الذي تحقق. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن السباق جاء مثيرا وقويا في الوقت نفسه، وقال سموه: كنت أعلم بأن السباق لن يكون سهلا، خصوصا وأننا سنقارع العديد من الأبطال، ولكن سجلنا أروع الأمثلة وجعلنا المركز الأول من نصيب مملكة البحرين، حيث إن هذا الإنجاز الكبير الذي حققناه هو بمثابة تقدير لكافة الشباب البحريني. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره لكل من سنده طوال البطولة، مؤكدا بأن هذا الإنجاز لم يأتي من فراغ، حيث كان الطموح يراودني للحصول على المركز الأول قبل انطلاق السباق، مع التأكيد والإصرار بأن العزيمة والإصرار هي من قادني لهذا النجاح. وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة جزيل الشكر لكافة العاملين في البطولة على النجاح الكبير الذي تحقق من الناحيتين التنظيمية والفنية. واستطاع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن ينهي السباق بزمن قدره 4 ساعات و12 دقيقة و53 ثانية، حيث قدم سموه مستوى رائع في السباحة والدراجات والجري. وأنهى سموه السباحة في 28 دقيقة و56 ثانية، وسباق الدراجات في 2 ساعة و13 دقيقة، وسباق الجري في 1 ساعة و27 دقيقة. وتفوق سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على المتسابقين في البطولة الذين بلغ عددهم الإجمالي حوالي 2000 بين الهواة والمحترفين في فئته العمرية. وبالرغم من المنافسة القوية إلا أن سموه استطاع يتفوق على المتسابقين من الهواة والعسكريين وسط مؤازرة كبيرة من الجماهير. وحظي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتشجيع خاص من أنجال سموه، وهم سمو الشيخ هشيمة وسمو الشيخ حمد وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة الذين حرصوا على متابعة السباقات، كما كانوا في استقبال سموه لدى وصوله خط النهاية. حضر السباق سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وسعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة، وسيد عبد الرحمن عسكر الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية. كما شهدت البطولة مشاركة مجموعة كبيرة من الشباب البحريني. ثلاث سنين وانا الحق التاهيل هذا، ما خف عزمي، بالعكس كل سباق يصيدني موقف، كل سباق يصيدني شيء، اكون مثل ما اقول لك دائما مقعد بالخلف، لكن ما خف عزمي، قمت ازيد في التمارين، قمت ازيد في ادائي، قمت اغير الخطط، اغير اكلي، اغير نظامي، الين ما الحمد لله وصلت السباق كامل جهوزيتي لدرجة أني بيني وبين المركز الثاني 14 دقيقة، فهذا الفرق شاسع، هو مو بس التأهل اليوم، هو الفوز على الـ يعني الفوز على من غير المحترفين، خل المحترفين على صوب 60 أو 65 محترف تقريبا، احنا الهواة 1000 وشيء كلهم جيت أنا أمامهم، هذا مؤشر كبير أني مثل يوم تذكر خلصت بطولة العالم
وعدت الناس عبر حسابي التواصل الاجتماعي، قلت لهم بفوز ببطولة العالم السنة الجاية، ويوم دبي قبل أسبوعين وعدت عيالي قلت لهم الذهبية جايب لكم إياها. فإحنا ما نتنبأ، لكن نعرف خططنا ونعرف تدريباتنا وين توصلنا، ولله الحمد الأرقام كلها كانت ممتازة. اليوم كأنه كان في رقم قياسي بعد، يعني رقم قياسي وطني أحمله الآن، ورقم قياسي لي أنا بالنسبة لي أسرع سباق أسويه رغم الظروف. يعني كنت أنا أقدر يمكن أقط 10 دقائق من وقتي الأصلي أو الوقت هذا اللي أنا حققته، بس لأن ظروف الهواء والتيارات في السباحة والهواء خاصة طالعين من منطقة الفورمولا إلى منطقة بحرين بي، هذه كلها في وجه الهواء أخرتنا شوي، لكن كنت طاير اليوم الحمد لله. أنتم مثل ما تشوفون الدراجة بالذات عطيت قوة ما قد عطيتها أنا حتى في أي سباق معين، بس رحت اليوم مغامر مثل ما ذكرت اليوم، كان مبدأي اليوم في السباق النصر أو الشهادة، ما في والله.